السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مدينة رويبة، وسوف أعطي بعض النقاط باختصار. أولا، النقطة الأولى، مدينة رويبة تعتبر مدينة نموذجية في عدة جوانب. الجانب الأول هو الحجم نتاعها، يعتبر متوسط. والتوزيع، النقطة الثانية هي قضية التوزيع العمراني، قضية الشكل نتاع المدينة والتوزيع نتاع البنايات والطرقات يعتبر جيد ويتناسب مع المجتمع وفي قضية التعايش والانتقال من منطقة إلى أخرى. النقطة الثالثة هي تعتبر في قضية العمارات. العمارات هذه لابد أن تغلف. هناك حاليا في الجزائر 3 طرق لتغليف العمارات. الطريقة الأولى تغلف بالجبس والبلاطر عن طريق عناصر تصنع بالكمبيوتر، ثم تركب حبة بحبة وتخرج بيضاء مصنوعة بمادة الجبس مخلط بالبلاطر. الطريقة الثانية هي طريقة التغليف بالآلي كوبوند. هذا السيستم تاع الآلي كوبوند يستعمل لاطول ميتاليك بألوان مختلفة. والطريقة الثالثة الموجودة حاليا في السوق في الجزائر هي تغليف عن طريق السيراميك، مع تهيئة السور الحائط بهياكل معدنية، ثم تركب المربعات السيراميك على الهيكل المعدني وتغلف. بهذه الطريقة نقدر نغلف كل البنايات المتواجدة في أي مكان، في رويبة ولا في أي مدينة أخرى. لو كل العمارات تغلف بطريقة أو بأخرى، مع اختيار ألوان ديكولور نوتر، مش ألوان باهتة أكثر، يعني ألوان تكون بيضاء أو بيج أو ألوان نوتر، ما تكونش قاسحة كتير، وتتغلف كل البنايات. وثالثا، رابعا، نقطة أخرى هي قضية الأشجار. لازم الأشجار تصبر كلها بطريقة دورية، مرة كل عامين أو مرة كل 4 سنوات تصبر الأشجار. النقطة الرابعة الخامسة هي قضية الأرصفة. الأرصفة لابد أن تعاد تعاد ويستعمل فيها مواد جيدة قابلة يعني للسوليسيتاسيون تاع البيبليك، تكون تحمل الضغط نتاع الراجلين. ولو هذه العناصر الخمس لو تطبق في أي مدينة، وخاصة في مدينة رويبة، هي صغيرة وقابلة لتطبيق هذه النقاط. لو تطبق هذه النقاط الخمس على هذه المدينة، ستصبح مدينة عالمية. عالمية أقولها وأكررها، ستصبح مدينة عالمية بامتياز. والسلام عليكم. اش نديرو؟ اسكت اسكت اسكت. اش نقول لك حاجة؟